السلام عليكم. هذا عندنا دش اي 38 سم. هنا أنا صار بيه كسر ونسبة خطأ، فإحنا حتى نتلافى الكسر ونسبة الخطأ إيش سوينا؟ سوينا له لحام، ورا اللحام ورا عملية اللحام هنا أنا راح نرجع نعيد حركة الدشالي. السكينة اللي أخذناها 1.5، عدد الأسنان الموجودة عدة 38 سم، القطر الخارجي هو 60، فهسه دا يبين مثل ما عدنا. رح ناخذ نفس الفرات ونفس الشغل ونكمل الشغل مالتنا. طبعا سوينا ملامسه، رجعناه على نفس المسار وسوينا ملامسه، وهسه هذا مثل ما تشوفون اللحين رح يبين يشتغل. طبعا هنا المعدن ضغط صلاده جدا عاليه، طبعا رح نشتغل ملي ملي. عمق السن هنا 3.3، مين جبنا 3.3؟ 2.2 في الموديول اللي هو 1.5 طلع لنا 3.3 اعتام. فاذا هسه احنا ناخذ ملي ملي وهيجي حركه الاهتزاز. السبب بحركه الاهتزاز وهاي معلومه ثانيه، هذا الابر او العمود الدوار هاي احنا صنعناه بدون ما نسوي له عمليه تقسيه، المفروض نسوي له عمليه تقسيه، بس انا تقصدت نسوي هيك شيء حتى نكتشف الاخطاء الموجوده عندنا. وشكرا.